السلام عليكم، انا اسمي شهاب الدين، انا طبيب اسنان ودنتل فوتوغرافر. الاول احب اهنيكم بشهر رمضان الكريم. رمضان كريم عليكم يا رب، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يجعله عليكم خير ان شاء الله. تاني حاجه احب انوه ان انا عملت جروب اسمه ستوديو دنت. الجروب ده هدفه ان احنا نجمع اي حد مهتم بفيلد الدنتال فوتوغرافي، حد عايز معلومه، حد عايز يقول لنا معلومه، حد عايز يورينا صوره حلوه، حد عايز ياخد راينا في صوره وازاي يخليها احسن، حد عايز يبيع مثلا كاميرته او عدسته، حد تاني عايز يشتري. يعني ان شاء الله بنحاول نجمع اي حد مهتم بفيلد الدنتال فوتوغرافي بره مصر وجوه مصر ان شاء الله باذن الله. طيب في رمضان ان شاء الله هعمل لكم باذن الله كل يوم حلقه لمده دقيقتين ثلاثه نتكلم فيها عن كلينيكال فوتوغرافي تيبس اند تريكس. بمعنى هقول لك تيب او تريك فعلا تستخدمها وانت بتصور في العياده او بتصور البيشنت بتاعك. اول حاجه النهارده هنبدا بيها ان شاء الله الاكسبوجر فاكتورز. مين هم دول؟ اكسبوجر فاكتورز دي سيتنجز او فاكتورز اللي بتتحكم في حاجتين، في دخول كميه لايت للسنسور بتاع الكاميرا، وتاني حاجه بتتحكم في شكل الصوره عامه. هما ثلاثه فاكتورز، الثلاثه دول عشان اظبط الصوره لازم اظبطهم. اي حد بيشتكي ان صورته شكلها مش كويس، الاضاءه مش حلوه، الصوره مهزوزه، الصوره فوكس فيها مش حلو، اعرف ان الثلاثه فاكتورز دول هم سبب المشكله. اول حاجه اسمها الشاتر سبيد. الشاتر سبيد هو الوقت اللي انا صورت فيه، هو يوازي الاكسبوجر تايم بتاعنا في الاكس راي. طيب وقت كتير معناها لايت كتير، وقت قليل معناها لايت قليل. طيب احنا في الدنتال فوتوغرافي هنثبته على كام؟ ثبته على 1 على 200 او 1 على 160 او 1 على 125. التلات ارقام دول ينفعوا جدا معانا وكله زي بعضه. طيب عايزين نفرق بقى بين حاجه وحاجه. في ناس بتصور بحاجه اسمها سبيد لايت او فلاش او ستروب. ده فلاش اللي هو بتاع الصور اللي بيضرب ضربه كده وبيسكت. وفي ناس تانية بتصور بكونتينوس لايت، بتصور فوتوز بكونتينوس لايت، يعني اضاءه مستمره شغاله زي كده الاضاءه اللي انا بتصور بيها. طيب الشاتر سبيد تاثيره ايه على الفلاش اللي هو سبيد لايت، وتاثيره ايه على الكونتينوس لايت؟ لو انا صورت بالفلاش بسبيد سريعه واحد مثلا على 500 هيحصل حاجه اسمها فلاش كات، ان انا هقطع حته من الفلاش. لو انا بطأت السبيد في الفلاش هلاقي فيه موشن بلور، الصوره تتهز مني عشان ايدي اتحركت او العين اتحرك. طب نيجي للكونتينوس لايت. الكونتينوس لايت لو سرعت السبيد او قللت التايم هلاقي اللايت بتاعه ضعف. لو انا بطأت السبيد او طولت التايم هلاقي اللايت بتاعه زاد. نيجي لتاني حاجه الايزو. الايزو هي حساسيه السنسور للضوء، قد ايه السنسور ده حساس للضوء. زي كده حساسيه المايك للصوت. انا كل ما ازود حساسيه المايك للصوت لازم اهمس، لازم اتكلم بصوت واطي، عشان لو زعقت وحساسيه المايك عاليه الصوت بيبقى عالي جدا، بيبقى مزعج. فالايزو نفس الكلام، كل ما اعلي الايزو كل ما اكسب اضاءه اكتر. بس في مشكله، الايزو كل ما بيعلى بيحصل حاجه اسمها نويز في الصوره. طب انا امتى اعلي الايزو؟ انا على قد ما اقدر بختار اقل ايزو، ممكن 50 100 200، يعني ده اقل حاجه كده تطلع صوره نظيفه، هاي كواليتي، هاي كولرز، الكلام ده كله. طيب عايزين يعني نتكلم بروح القانون. بمعنى ساعات في ناس بيبقى مثلا معاه فلاش قديم شويه، زي مثلا الجودوكس اللي هو 150 ضعيف شويه، حد مثلا معاه توين فلاش ومركب عليه سوفت بوكسز، حد معاه رينج فلاش ومركب عليه سوفت بوكس، كل دي حاجات بتضعف الاضاءه شويه. طب الحل نعمل ايه؟ ممكن اطلع بالايزو 200 250 ممكن 400 ماكسيمم، اكتر من كده الصوره مش هتبقى احسن حاجه، الا لو مع حضرتك كاميرا اسمها فول فريم، لا ممكن اطلع بالايزو اكتر شويه. نيجي لتالت فاكتور، حاجه اسمها الابرتشر. الابرتشر هي فتحه العدسه، الاوبننج بتاعه اللانس. الاوبننج بتاعه اللانس كل ما افتح الاوبننج ادخل لايت اكتر، كل ما اقفل بقلل اللايت اللي داخل. طيب الاف لما بلاقي حرف اف جنبي رقم هو ده الفاليو بتاع الاوبننج بتاعه اللانس. طيب دلوقتي عشان اظبط الاف انا محتاج اعرف حاجتين، هي بتتحكم في اللايت وبتتحكم كمان في الفوكس اريا بتاعتي. كل ما زود الرقم الاوبننج بتصغر، اللايت بيقل بس بكسب فوكس اريا اكتر. احنا في الدنتال محتاجين نشوف احلى، محتاجين نشوف فيلد اكبر، فدايما بنصور على ارقام كبيره. يعني مثلا لو هنصور الفول فيس مثلا ممكن اف 16، لو دخلنا على السمايل او السنان فقط 22، لو قربنا اكتر ممكن نوصل 29 او 36. طيب نيجي بقى نتكلم بروح القانون. في عدسات كتيرة دلوقتي الماكسيمم بتاعها F22. طب أعمل إيه في مثلا في الحاجات اللي هي زي المولر أو 2 مولرز، عايز أوصل F36، طب أنت العدسة اللي معاك آخرها F22، صور على F22 عادي خالص. طيب فاضل فاكتور أخير اسمه الوايت بالانس.
الوايت بالانس هو لون مصدر الإضاءة بيأثر على الأوبجكت إزاي. يعني مثلا لو جبت منديل وصورته بالإضاءة اللي هي اللي فوق دي يطلع المنديل لونه أبيض. طب جبت المنديل وحطيته عند الإضاءة اللي ورا في ظهري على اليمين دي هيطلع المنديل لونه أزرق أو بنفسجي شوية. فالمنديل اكتسب لون مصدر الإضاءة. إحنا محتاجين مصدر إضاءة يبقى 5000. 5000 أبيض زي الإضاءة اللي فوق دي كده، ده كده أبيض السنان يطلع لونها طبيعي. طيب بالنسبة بقى للكاميرا نفسها، الكاميرا فيها فاكتور اسمه الوايت بالانس. خش على المنيو هتلاقي فيه choose color temperature white balance choose color temperature واختارها 5000. طيب انك تختار الرقم دي رفاهية موجودة في الكاميرات البروفيشنال شوية. طب لو انا معايا كاميرا بيجينرز شوية، بتخش على المنيو بتخش على الوايت بالانس هتلاقي فيه مودز، علامة شمس وعلامة لمبة، اختار دايما داي لايت. في ناس كثيرة بتغلط وبتختار علامة الفلاش. اوكي اختار الداي لايت، صور بفلاش يكون اضاءته بيضة تطلع السنان لونها طبيعي. هل انا كده خلاص خلصت؟ لا، فاضل اخر حاجة اللايت. شخصيا اللايت انا ممكن ازود اللايت او ممكن اضعف اللايت، بمعنى ان كل فلاش بصور بيه ليه باور رينج بقى توين سوفت بوكس ليه باور ممكن اتحكم فيه. فدلوقتي انا ظبطت التلاتة فاكتورز بتوع اللايت، هصور صورة لقيت الصورة دارك لا تجرؤ انك تحرك حاجة من السيتنجز علي اللايت. طب لقيت الصورة منورة قلل اللايت، يبقى انت هتغير فاريبل واحد فقط وهو اللايت. طب زي ما اتفقنا من شوية، طب لو حد عنده فلاش ضعيف لا ابدأ اعلي الايزو سنة 200-400 ماكسيمم بتاعك. طيب احنا كده شرحنا الاكسبوجر فاكتورز وخلاص عرفنا هنظبطهم ازاي. هقول لكم بقى مفاجأة، ان الموبايلات دلوقتي بقى ممكن كمان تقدر تستخدم بروفيشنال مود بتاعها انك تظبط السيتنجز بتاعتها وتخليها اكنها بروفيشنال كاميرا. يعني الموبايل بتاعك ممكن تستخدمه كبروفيشنال كاميرا، ودي ان شاء الله هيبقى ليها حلقه لوحدها هنتكلم عنها ان شاء الله واحنا بنتكلم على الموبايل فوتوغرافي. اتمنى لو حد عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتس، لو حد عنده اي اقتراح لحلقه او في معلومه معينه عايزها يكتب لي في الكومنتس. انا عامل حلقات كتيره قوي وكاتب تيبس اند تريكس كتيره، بس ممكن حد يطلب حاجه ما جاتش في بالي، فأي حد عايز أي حاجة يكتبها وأنا تحت أمره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.